في فكره القصاص الحمير او الحل والحلاق، هو ايه اللي بيحصل او بيتعامل معاه ازاي؟ هنشوف دلوقتي متابعينا بالتفصيل معاكم ايه اللي بيحصل معاه والاسعار بتكون كمان ايه عنده. اتفضل حضرتك اشتغل اشتغل حضرتك اشتغل. فين ده حضرتك بتقول احد المتابعين؟ احنا موجودين في قريه بهجوره التابعه مركز نجع حمادي من داخل سوق الحمير. يمكن حضراتكم اول مره تعرفوا انه في سوق للحمير عندنا في مركز نجع حمادي. البلد الوحيد يا رب انا مش هكرمها ابدا من دول البلاد. هتقعد في مدرسه هذا العمر. على الله على الله. ولا عليها انت كده خلي مقص عليها هي عمر الله. حضرتك بتيجي من الجارة علشان بتقوم بوظيفتك هنا انك انت بتحلق الحمار والخيل الاثنين مع بعض. طيب يعني قول لنا حضرتك ايه الادوات اللي انت بتستخدمها في الحلاقة؟ يعني عايزين نعرف. ادوات ايه؟ ولا حاجة الا المقص. المقص تمام. كمل حضرتك اشتغل واحنا بنتكلم وجاوبني وانت بتشتغل. ده المقص. وايه تاني بتستخدمه في الادوات الحلاقة؟ بس مفيش حاجة غير دي. اللي بتحط في بقه ده ايه؟ البلام. ماشي قولها البلام. البلام. انت ليه حضرتك بتحط ايه هو اللي جوه بقه ده؟ عشان يوقف. علشان يوقف. ده اسمه ايه؟ البلام. بلام بلام. ده بيعمل له ايه يعني؟ بيخليه يثبت؟ بيخليه يوقف ما يتلحلحش يعني. زي واحد يكون واخد بنج. تمام. طب قول لنا بقى يعني بيبقى السعر بكام لما بنيجي نحلق مثلا؟ ان حضرتك بتحلق للحمار السعر بيبقى بكام؟ بيدفع كام لاي حد بيجي لك؟ 20 بيدفع 30. 20 او 30 جنيه؟ 20 30 جنيه بس تبع يعني. هو بيبقى كل قد ايه مثلا الموضوع ان هو يحلق للحمار ده؟ بيبقى كل قد ايه؟ كل شهر ولا شهرين؟ كل شهر. كل شهر وكل شهرين. لان الحمار ما بيخدم الشعر بتاعه. طب هم يعني ليه فكره الحلاقه مش الشعر ده مثلا بيساعد ان هو يستحمل اي جروح تجيله او اي حاجه وهو في الزرع؟ ايوه. وهو ماشي على الطريق بس كده بيخليه خش يعني لما يكون شعرته كبيره بيطلع عليه الاكل يعني. تمام. بيخليه يعني تحت الشارع بيعرق بيبقى ميه. بيبقى ميه. شكرا خالص لحضرتك. وادي الجماعه الثانيين على هنشوف دلوقتي هنشوف دلوقتي متابعينا معاكم. دلوقتي احنا موجودين في المنطقه الخاصه بالحلاق اللي بيحلق للحمار او مسمينه قصاص الحمير. هتشوفوا معانا متابعينا دلوقتي وهم شغالين. هنشوف معاكم على ارض الواقع. اقف هنا جنبي. اوعى بابا. صباح الخير عليك. اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك من فين؟ من هنا من بهجوره. من بهجوره. حضرتك بتعمل ايه؟ قول لنا بقى بتعمل ايه؟ بنقصه ولا مخزه جمال وحمير. جمال وحمير. تمام. قول لنا بقى يعني الادوات اللي بتستخدمها حضرتك وممكن تقعد قد ايه في حمار واحد مثلا؟ والله كل شيء بالتسهيل. تاخد قد ايه وقت؟ تاخد ساعه مثلا؟ لا اقل. اقل من ساعه. بكام عند حضرتك لما تيجي تحلق لاي حمار بيبقى بكام سعر الحلقه الواحده؟ 50. 50 جنيه؟ 50. كل حمار بيتعامل بنوعه ولا كلهم واحد عندك؟ يعني الكل ممكن تحلق له ب 50 جنيه؟ لا كل واحد. يعني الكبير زي الصغير؟ الكل واحد. حضرتك ليك كام سنه في المهنه دي؟ 50. 50 سنه؟ بتيجي يوم الخميس بس هنا انت عشان تشتغل الشغل ده صح كده؟ يوم الخميس بس. ما اليوم باقي الاسبوع بتروح فين؟ في البلاد. في البلاد. اللي بق الحمار ده عايزين نعرف ايه اللي بق الحمار ده؟ ده لما خش بلام. بلام. ده ليه بتحطوا له الحمار؟ ما عشان كده يسكت يعني. علشان يقف مكانه ويثبت معاكم. ما يعضش ولا يعني. كل اللي بتستخدمه حضرتك المقص بس في الحلق للحمار. طب وبالنسبة للي في رجله من تحت ده يعني ده اسمه ايه اللي في رجل الحمار تحت؟ حاضر. ماشي. لا اللي في رجله تحت اللي هو بيلبسه في رجله ده اسمه ايه؟
دي حبل مهجر يا ابني. حبل مهجر مهجر. لا لا الفرق الحمار تحت. ما هو دي ما هو مش على دي حبل ولا مش الحبل ولا دي من بهجورة راجل من ساحة من بهجورة تمام من قعيلته تبعنا اللي في رجل الحمار تحت ده ايه اللي هو بيعمل صوت وهو ماشي بيه. تمام. ضفر ضفر حداوه ضفر ده بيتقص. فين المجلس؟ اه بره هنا على الكوبري ولا على الكوبري ده على الكوبري؟ على الكوبري هنا وانت داخل. يعني كده حضرتك بتقوم بمهمه الحلاجه بس للحمار يعني انت بتحلق للحمار كده والحلقه الواحده عندك ب 50 جنيه كل قد ايه بقى بيجي اي مزارع مثلا يجي عندك هنا او اي حد عنده حمار وحابب ان هو يروقه يعني ويخليه يحلق وينظفه بكل قد ايه مثلا انت النهارده ده حلقت له كده ممكن يجي لك بعد قد ايه تاني صاحبه؟ بعد شهرين. بعد شهرين تمام وب 50 جنيه. طب ليه بقى السعر غالي كده ولا عشان هو الحمار كبير؟ ما هو في ناس بتقصه في السنه مره. في السنه مره. طب ايه فايده بقى ان هو يحلق له كده يعني ما يسيب الحاجه دي على يعني يسيب الفروه دي على جسمه؟ عشان لما يتقص يروح بيزيد. تقصد حضرتك ياكل ويكبر اكتر؟ لا لما يتقص حتى الوقت يطلع عليه. بتيجي الناس عند حضرتك هنا من فين اماكن يعني غير بهجوره بيجوا يحلقوا للحمير؟ من هنا ومن زليتن ومن عزبه عماره ومن البلاد. يعني من كل البلاد؟ بتشتغل من الساعه كام الصبح هنا؟ والله كل شيء بالتسهيل يعني حوالي الساعه 9 10 9 10 بتخلص الساعه كام؟ وبتخلص الساعة كام؟ بعد الظهر. بتخلص بعد الظهر. اشتغل حضرتك اشتغل. المقص ده بتجيبه من فين؟ من سوهاج. من سوهاج؟ تمام بيتحد بطريقة معينة ولا هو حادد لوحده كده؟ بيخش النار يطرق طرق. بيطرق طرق. تمام وتشتغل بيه عادي. طب وبعد ما بتخلص ايه يعني بتخلص حلقه مثلا الحمار واحد بيبوس كده ولا بتجيب غيره ولا بيشتغل برده يبقى شغال معاك؟ بتسنوا على الحجر يشتغل ثاني. بتسنوا على الحجر؟ فين الحجر ده؟ هنا؟ فين؟ اي حجر يعني؟ ولا هو معاك ادوات معينه؟ في حجر عندك تمام خلينا نشوف معاك. ده انت بتسن عليه المقص بعد حلقه لكل حمار. وتحلق للحمار بعدها الحمار اللي بعده. تمام حضرتك بس موجود في السوق هنا او انتوا اتنين بس موجودين ولا في وحضرتك ومين تاني موجود في السوق بيبقى عددكم قد ايه مثلا؟ احنا بعد الدور هنا بنمشي. بتبقوا مثلا ثلاثة ولا أربعة بس موجودين في المكان هنا؟ كل اثنين مع بعض. تمام اشتغل حضرتك كمل. هو لو الحمار بيبقى تعبان مثلا بيودوه فين؟ بيروح فين؟ البطارية. يعني مفيش ناس معينة مثلا هنا بتعرف ال التعب الخاص بيه او كده؟ خلاص هنا شكرا لحضرتك خالص. ربنا يخليك. زي ما شفتوا معانا متابعينا احنا كنا دلوقتي موجودين في المنطقه الخاصه بالحلق للحمير وكمان قصاصين الحمير وعايزين نعرف كمان دلوقتي قصاصين الحمير بيبقى موجودين هنروح للمكان الخاص بيهم ونعرف يعني ايه قصاص حمير وبيعمل ايه اصلا هنشوف دلوقتي معاكم متابعينا وخليكم متابعين معانا وما زال الازدحام موجود في السوق متابعينا لان الناس بتيجي من مختلف الاماكن زي ما هم قالوا لنا دلوقتي الناس بتيجي من مختلف القرى والنجوع الخاصه بمركز نجع حمادي شمال محافظه قنا علشان تبيع وتشتري وكمان تحلق للحمار هنا ودلوقتي هنشوف قصاص الحمير كمان معانا والغريب متابعينا ان كمان حلقه الحمار ب 50 جنيه يعني في ناس بتحلق كل كام شهر للحمار الخاص بيها واللي بتستخدمه وسيله نقل ليها وفي ناس كل سنه مش على طول او باستمرار
دلوقتي هتشوف معانا متابعينا. ودي متابعينا اهم الادوات اللي بيتم استخدامها زي ما شفتوا معانا. بس على كده يلا طبعا احنا دي ودي البردعه متابعينا، يمكن زي ما سمعتوا معانا قبل كده اللي بتتحط على ظهر الحمار وبيشتروها من عند حضرتك. صباح الخير عليك. قول لنا بقى الاسعار اللي عندك ايه، يعني هي دي البردعه بتتحط على ظهر الحمار، السعر عندك ايه؟ سعرها ايه عندك بكام؟ لما بيجي يشتريها اي حد من عندك بيشتريها بكام؟ 70 و50؟ 70 الكبيره للحمار الكبير، 50 اللي هي الصغيره. شكرا خالص لحضرتك، شكرا جدا ليك. دلوقتي متابعينا هتشوفوا قصاص الحمير معانا، نتعرف بيك. صباح الخير عليك. صباح الخير. صالح. اسمك ايه؟ صالح. صالح من فين يا حاج صالح؟ من نجع ابراهيم. من نجع ابراهيم. بتيجي سوق بهجوره هنا؟ أيوه. عشان تشتغل وظيفه خاصه بيك؟ ايوه. عرفنا بقى يعني ايه اصلا، يعني ايه قصاص الحمير؟ يعني عايزين نعرف دي. الفرن ما تتقلم عشان الحمار ما يوقعش. عشان الحمار ما يوقعش. بس. يعني هو كده زيه زي البني ادمين يعني بيبص. أيوه. برضه ضوافر. الحمار في الفرن والحمار في الفرن. تمام، الله ينور على حضرتك. قول لنا بقى الادوات اللي بتستخدمها ايه؟ وازاي بتعمل الحاجه دي؟ المقلمة ده كفه. نرفع الادوات معلش. ده الشاكوش ودي المقلمه. ارفع حضرتك ارفعهم. ده الشاكوش والمقلمه. ايوه ودي الخشب. حضرتك بتوقف الحمار قدامك عشان بيقص ضوافر. فدلوقتي احنا عايزين نشوف حضرتك يعني وانت بتشتغل وبتستخدم الادوات دي ازاي، ونشوف ايه اللي هيحصل مع الحمار دلوقتي في قص. بكام القص لما يجي يقص عندك؟ السعر بكام؟ 10 جنيه بس. 10 جنيه؟ تمام. طيب هنشوف دلوقتي معاكم متابعينا الحمار وهو بيقص الحمار بيبقى ازاي الطريقه او ايه اللي بيحصل بالظبط. هتشوفوا معانا متابعينا بجد متابعينا سبحان الله في السوق هنا يعني اتعرفنا على حاجات كتير وانواع الحمير وايه اللي بيحصل معاها، وعرفنا مين القصاص ومين الحلاق وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وبيستخدم ايه اصلا عشان يعمل كده. ودلوقتي هتشوفوا معانا متابعينا قصاص معانا قصاص الحمير الحاج صالح. حاج صالح وهو بيشتغل دلوقتي، هنشوف هيشتغل هيعمل ايه. امسك يا عبدو. دلوقتي هتشوفوا معانا متابعينا طريقة القص الأظافر الحمير أو الحمار. معانا دلوقتي كان جاي له أحد الناس الموجودة في السوق وحابة إن هي تقص الأظافر الخاصة بالحمار الخاصة بيها. دلوقتي بنشوف هو اللي بيحصل أهو. حضرتك كلنا بتعمل ايه بقى وانت بتشتغل كده؟ فهمنا عشان فاهم المشاهدين بتعمل ايه. انا كده بقص ظفر الحمار. انت كده بتقص الاظافر. اه تمام. لان هي لو زادت حضرتك بتقول هو كده هيقع، صح كده؟ هيقع ويقع هتجيب دم وتقع. اه ويوقع الناس اللي بتبقى راكبه عليه او اي حاجه بتبقى محسوب. اه خليها تنزلك على الدشتار. ماشي. امسك يا ابويا الحمار يا عبدو. يا عبدو اول مره كده. ماشي. حضراتكم زي ما انتم شايفين معانا دلوقتي حق صالح قصاص الحمير، دي مهنته اللي هو بيشتغلها من سنوات كتيره، وبيجي من قريه ناجع ابراهيم في قريه باجوره هنا علشان يشتغل الوظيفه والمهنه الخاصه بيه. حضرتك بتعمل ايه دلوقتي؟ انا
كده مساوي له دفرن كده بتساوي الضفر الدفر عشان ما يجوحش بعد ما انت قصيته الاول بعد ما قصيته كده مساويه له من قدام عشان ما يجوحش تمام اي خدمه يا ابو تمام 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 كده حضرتك بتعمل له الاربع رجلين عشان تخلص اثنين بس اثنين بس اثنين بس لقدام ليه بقى اثنين بس عشان ما قد ورا ما يتعملش يتعمل قدام بس بيتعمل قدام بس اه ورا ما بيكبرش الضفر عنده يعني ولا ايه لا مش هي بهم يتقلم ورا اه لو كان فيه يتقلم ما فيش تمام لو في عيب بيعملوا يعني ما فيش عيب طب هو لو فعلا الكبيره الاظافر عنده ورا يعني مش هتاثر عليه وهو واقف قدام خلاص كده لو كبير ضفره قد ورا يتقلم اه عشان ما يوجعش من ورا تمام لكن ورا ما المفروض مش كبير ما يتقلمش تمام ايوه فهمت حضرتك وده ب 10 جنيه كده حساب الحاجه جنيه. اللي انت عملتها لي 10 جنيه ايوه طب الادوات اللي حضرتك دي لما يعني تبقى مش حاده بتحد يعني بتسنها ازاي مثلا او عشان حاجة. تبقى شغاله معايا حجر بسن بيه هنا عندك حجر بتسن بيه اه بتقعد هنا من الساعه كام وبتمشي الساعه كام من 6 للظهر من 6 الصبح للساعه 12 الظهر اه الناس بتجيلك من فين اماكن بقى من يعني من